بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في منصة مدرسة التميز النموذجية قسم اللغة العربية. نتابع في الموضوع الأول آيات من سورة الروم، ونكمل أسئلة الفهم والاستيعاب والثروة اللغوية. التناول الفهم والاستيعاب والثروة اللغوية، الموضوع آيات من سورة الروم. استدل من النص على ارتباط الجزاء بالعمل مستخلصا الغاية منه. تناولت الآيات جزاء كل من المؤمنين والكافرين، فأما المؤمنون بالله العاملون الصالحات فهم في الجنة ينعمون، وأما الذين كفروا بالله ورسله وأنكروا البعث فأولئك في العذاب مقيمون. أما الغاية منه، يرغب الله عز وجل الناس بالدخول في الإسلام والسعي إلى العمل الصالح من خلال بيان جزاء المؤمنين في الجنة، ويخوفهم من الكفر من خلال عرض عقاب الكافرين في الآخرة. وضح ارتباط الظواهر الكونية بحاجات البشر وأحواله، حيث كان خلق السماوات والأرض بهذه الكيفية سبباً في اختلاف الألسنة أي اللغات، والألوان أي الأبيض والأسود والأحمر. أما تعاقب الليل والنهار ليجعل الليل للنوم وراحة البدن، والنهار لطلب الرزق، وذلك من أعظم نعم الله الحياتية للبشر. كذلك جعل البرق خوفاً من الصواعق، وطمعاً في نزول المطر والغيث، ويحيي الأرض بالمطر بعد جدبها، وتعد نعمة الماء من أعظم نعم الله على البشر التي تحفظ له حياته. بين أثر الإيمان بمعاني النص في المواقف والاتجاهات. الإيمان بالله تعالى وقدرته على البعث والحساب يقود الإنسان إلى التأمل والتفكر في كل مواقفه واتجاهاته في حياته، فيحرص على طاعة الله وحمده وشكره على نعمه وتسبيحه في كل الأوقات. بين أثر استخدام الطباق في الاستدلال على المعاني التالية. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. فالمطابقة بين التراب الساكن والبشر الحي المتحرك في الآية السابقة تدل على القدرة المطلقة على البعث للإنسان حيا بعد موته. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. المطابقة هنا بين الحي والميت دليل على كمال قدرة الله المطلقة في خلق الشيء وضده. بين معنى كلمة ظهر في السياقات التالية. الكلمة في سياقها ظهر معناها السياق، فعندما نقول ظهر القمر هنا معنى ظهر أي لاح. عندما أقول ظهر على الحائط أي علاه، وعندما أقول ظهر على عدوه أي غلبه، وظهر على السر أي اطلع عليه. فنلاحظ أن معنى ظهر هنا اختلف باختلاف الجملة. وظف اسما من تصريفات مادة مثل في كل مثال من الأمثلة التالية. فنقول: رسولنا ليس له مثيل. يضرب الله تعالى الأمثال للناس. شاهدت تمثال الحرية في نيويورك. فنلاحظ أن من تصريفات مادة مثل مثيل الأمثال تمثال. تخير الكلمة ذات الضبط الصحيح للسياقات التالية: حين وحين.
المريض أصابه حين، أي هلاك وموت. نقف في خشوع حين نصلي، وحين هنا بمعنى وقت، أي وقت نصلي. فنلاحظ أن كلمة حين بمعنى هلاك، وكلمة حين بمعنى وقت، وقد اختلف معنى الكلمة باختلاف ضبطها. إلى هنا أبنائي نكون قد انتهينا من أسئلة الفهم والاستيعاب والثروة اللغوية لموضوع آيات من سورة الروم. ألقاكم في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.